الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. تفضل. قال الإمام الإسلام عبد السلام رحمه الله في قواعده، قال: فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي. ما خلصنا كل هذا ولا بقي لنا شيء؟ قال رحمه الله: كل ده ذكرت انا فيها. هو يقدم حق الحج بالضبط بقى، وبيناها احنا في فصل فيما يساب حق لا يقدم. قال: دين الله احق بالقضاء. ده عام. كل من ناتي في مساله خاصه نعمل ايه؟ نقول: واتوني بقرينه تخصص هذا العام. فاهمني؟ حاضر، بس الناس عادي. كيف حق الدين؟ حق للعبيد الله عشان امر به، لكن لو ليس الاغلبيه هنا المحضيه حق لمن؟ للعبد. حق العبد طبعا انه امر به، لكن لا يدخل فيها ادب. فحق الله يقدم. حديث ظاهر قال: فدين الله ايش؟ حق القدم. طيب يبقى فيما يساب عليه من الطاعات. احنا بنقول بقى الان معه مال الان، والمال يزيد يعني يكون مستطيعا، لكن ما يعني احنا اسفين جدا والله عبد الرحمن، واسال رب ان يحفظك ويجعل ذلك في ميزان حسناتك ويشكر لك ما انت فيه. الله يبر بك كما تبر. لا بأس تهور. نحن نتكلم على صورة يملك فيها الاستطاعة وأجل الدين ما أتى. هذه الصورة يعني أجل الدين مثلا بعد الحج بشهرين، وهو معه في يد المال، والمال ده استطاعة حج، يقدم يدي دين الناس عشان يبرأ ساحته ولا يحج؟ ها؟ خلينا نتكلم في الصورة هذه عشان تعرف أصل المسألة بعد كده انقلها. أنت ليه تمشي في مفردات ومش عايز تاخد القاعدة الكلية؟ خلاص خلينا في القاعده الكليه، وبعد كده نعمل ايه؟ ناخد المفردات. القاعده الكليه: امتلك وصار مستطيعا امام الله في الحج، فاهمني؟ وعليه دين بعد شهرين او ثلاثه بعد الحج، ايهما يقدم؟ هي دي اصل المساله. حتى اصلا لما تيجي تقول لي: طب ما المساله فيها خلاف، لان الشافعيه يرون ان الحج على ايه؟ على التراخي، فاهمني؟ اقول لك دعم المسائل الخلافيه. خلينا في الصورة الحاسمة هنا في هذا الباب. من يقدم؟ لأن أنت عايز تعرف إيه اللي يقدم. الله، حق الله، دين الله هو اللي يقدم. الله الله، لم يحل الأجل. فدين الله حق بالقضاء على التعميم. حل الأجل بقى هنا في التنازع، حل الأجل في هذا في التنازع هيخرج مخرج آخر، مفردة تانية، إنه غير مستطيع. إلا في الزكاة، فنقول له: إن لم تعطي الدين الآن فعليك الزكاة. للصورة، فهمت؟ أحسن الله عليك. الميت بقى إذا كان ميتا وله مال وترك المال في هذه المال ورثة وديانة وحج، الشافعية والحنابلة يرون الحج يقدم على الورثة وعلى الديانة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق. المالكية والشافعية والحنفية قالوا: دين الناس يقدم. ليه؟ مش للي احنا بنقول فيه، بل هم متفقين مع الشافعية والحنابلة، لكنهم بيقولوا ايش؟ مش على المشاحة، لا مش على المشاحة فقط، على انه يقول لابد من الوصاية. يقولون: لا يصح الحج عنه الا بالوصاية. يقولون: الحج لا يصح عنه الا بالوصاية. ما فيش وصاية ما فيش حج، عشان اصلا يقدر فيها. شوف الفارق. يبقى هو في حقيقة امرهم هم ايش؟ متفقون معهم، لكن الفاصل عندهم في مسألة الوصاية. ايه؟ صحيح. انا اقول: دين الله يقدم. حتى لو ما وصلش. دين الله يقدم. حتى لو ما وصلش. دين الله حق بالقضاء. مثلا لو حضرتك قبل لما حضرتك قلت في الزكاة، لا يبقى حضرتك تدفع دينك، ايه ما هتدفع الزكاة. هو ده هذا. في حق لمن؟ دي في الزكاة خاصة، لأنه مالك الوصف منطبق عليه في الناحيتين. فإذا كان الوصف منطبق عليه فنقول الآن بالحقوق المالية في هذا الباب: أنت واجب عليك إما أن تخرج زكاة، إما أن تسد دينك الآن، فلا تكون ممن ملك النصاب. ليس لهم، هو ليس لهم إرث أشر أصلا ما دام دين الله موجود. قالوا إن هم يحاولوا الباقيين في الدنيا بعدين، هم
ما عنه. لا ما يحجوش عنه، يحج عنه غيره، المهم من ماله يتحج عنه. فاهمني كيف؟ هو انا بقى ايه وضعه هيبقى، هيبقى عليه محبوسه فيه، الله يفرش كربه بقى. هو هذا شيخ انت عندك، اسمعني اصلا المساله مش بهوى ولا ايه ولا ذوق ولا وجد، انا اقصد بس اسمع للاخر عشان تعرف اللي انا عايزه. مش النبي قال دين الله احق بايه؟ ده عام ولا خاص؟ بس خصص بقى بدليل. امال هعمل ايه؟ حتى ولو كان، لو كان، لو كان لبيانه ارحم، ارحم الامه بالامه، لو كان لبيانه ارحم الامه بالامه، طالما اعطاها هكذا. وقال ارايت لو كان على ابيك دين، اسمع بس مني على امك ده، بص كمان نفصل النساء، النساء ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضيه؟ قال، قال دين الله احق، احق دفن او فصل في النساء، فصل في النساء. ما هو عم يا شيخ العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني قد يكون اللي بفكر فيه ممكن 10 10 ايدك جميع الناس. او طب ما شيخ محمد قبل فضلك، فانا بقول، بقول بقى انا بعمل ايه؟ بقول له ايه؟ انا همشي معاك بس اعمل ايه؟ جيب لي دليل. ما عشان انا تربطني، عشان تجرني اليك ايه؟ بالدليل، لان عندي دليل خاص محكم، عندي محكم، المحكم ما ينفعش تجادل معاه. ده اختلفوا في اللي يتجوز بنته من الزنا، هو ده، ده اختلفوا في امه وابوه، كل ده ما هو، هو في حاجه ما اختلفوش فيها؟ ده الراجل جلسه مكانه قال له انت اي حاجه تجيلك كل المساله فيها خلاف. فقط، فكل واحد بيساله المساله، حتى واحد بقى دخل عليه عرف ان هو غبي، قال له افلا يشكون، قام داخل في في الكفر. شوف بقى، شفت بقى؟ فهي المساله، ها؟ لم يؤمع. ما احنا بنتكلم بقى، احنا قلنا ان هؤلاء نفس اصل كلامي من كلام الشافعي والحنابلة، لكن عندهم باب الايش؟ باب الوصيه. ماشي، فضل سيدي. الحمد لله، فصل في ميساب. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الامام العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعده، قال فصل فيما يثاب عليه من الطاعات. قال رحمه الله الواجبات اقسام، احدها ما تميز لله بصورته، فهذا يثاب عليه مهما قصد اليه وان لم ينم به القرب. خلاص، هي مساله مهمه جدا، وهي مساله الواجبات، هي مساله هذه خاصة، لكن احنا هنعممها افضل في هذا الباب. هل من الاعمال ما يمكن ان يؤجر عليه المرء دون ان ينتوي، او 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 ياتي بصورته دون ان يقصد القربة؟ هذه المسألة فيها تفصيل اصيل. التفصيل الاصيل، كل ما كانت محضيته لله لا شرك فيها فهذه وان لم ينتوي القربة فيها قربة. هذا اصل الامر. وكل ما كان فيه الخير متعديا للغير ففيه الأجر وإلا من ينتوي القربة. وهذا من أجل إيش؟ من أجل أنها جاءت على مقصد من المقاصد، من أجل أنها جاءت على مقصد من المقاصد، يعني يؤجر عليها، يعني يؤجر عليها. ولو ضربنا أمثلة على ذلك، الإصلاح بين الناس، فساد ذات البين هي الحلقة دي تفسد الأمة، فإصلاحها أجر دون أن ولو ينتوي. ولذلك قال وألف بين قلوبهم ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. والآية صريحة جدا، قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الشاهد جاي بعده، وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم شيخ، يا شيخ، نعم. وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا، مع الحديث إنما الأعمال بالنيات أصل في الدين، ولا بد من ما انا قلت لك في مستثنيات، والمستثنيات اهو. ماذا تقول انت؟ في لا خير في كثير من نجواهم. طب في اهو، في خير اهو، ان ينمي خيرا ويصلح وما انتواش هياخد الاجر، هو ده الصحيح. نهايه الايه على ايش؟ على الشطر الثاني، مش عايد على الاول. ففي فصل على الشطر الثاني. هو بيقول من يشاقق، يقول لو ما ينتويش يبقى شاقق، هو بيقول بذلك. اقول لك اما ليش تقول ما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. شو بص، الاولى قال لا خير، يعني هذا الفعل خير ولا مش خير؟ خير، صح كده؟ قال بقى الخير ده يزداد عند الله اضعافا اذا انتويت. يا مفهوم المخالفه، لم تنتوي وفعلت الخير تؤجر ولا ما تؤجر؟ لا، يا صريحه في هذا. هو الخير الوحيد هو المخالفه. اما خلاص، انا بتكلم، انا بقال على من يشاقق، فخلاص
يا شيخ ما هو الاول قال لا خير في كثير من النجوم الا من امر صادق او معروف او صاحب، يبقى من امر معروف او صادق او صاحب الناس هذا خير، هذا خير اهو، عشان ده قال ومن بعد ذلك ابتغاء مرضات الله ماشي. وايضا من ذلك غرس الثمره نفس الامر وان لم ينتوي غرس الثمره، قال ان سلم صحيح مسلم يعني من غرس ثمره فاكل منها انسي او طير صح او جني ها فله في ذلك الاجر، لا فله في ذلك الاجر، او الاجر هو لم ينتوي ان العصفور ينزل ياكل او الغراب ينزل ياكل او الانسان ياخذ ويكتفي وياكل، ما انتوى ذلك بحال من الاحوال ولا انتوى العيان حتى، فهذا ايضا له الاجر في ذلك. من ذلك ننتهي منها وبعدين نناقش، من ذلك ايضا ادخال السرور على المسلم، اخص منها بالذكر بضع المراه وفي بضع احدكم صادق ولم ينتوي، لان النبي قال يا رسول الله ما فيش ولا واحد باب يجامع وهو نيته انا بتقوى، ده انت لابد تنتوي وتقوى الله فاهم، ده هتقول لك بعيد عني روح فاهم، لانه اصلا انت اصلا راسك مش موجود فيك اصلا فاهمني حضرتك. فهنا اصلا النبي صلى الله عليه وسلم بين انك امهات قالوا له ياتي احدنا شهوات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ارايت من فعلها في حرام علي وزي، قال نعم هو شوف فهو فقال ها يعني بس مش حقيقة بقى الأتقياء الأخفياء بهم اللي بيفكروا بيحاولوا يقدمها على نفسي، إنما كل من تراه داخل على الحيطة وطالع وفاهم إيه هو ده اللي بيعمله هو أصلا، وكمان أصلا المصيبة كلها إنه داخل لمراد نفسي وهي مش موجودة فاهم إزاي، ودي أسوأ شيء بيتعمل إنه لا يهتم بها، أهم شيء نفسه، هو جاء من الخارج دماغه في شيء معين انتهى ما في رأسه انتهت الدنيا، طب واللي بتموت دي هتروح فين، دي مصيبة تانية، وعشان ودي تؤكد لنا ما أقوله انه فيش انتوى، مفيش انتوى، وده أصلا ممكن بيتات كاملة تهدم من أجل ذلك. والله العظيم مرأة بكت معي في الهاتف قالت لي هي المرأة ماء، هي لها ماء ماذا أقول، قالت يعني بيغشينا 20 سنة ما قالتش بيغشني، يعني كلمة أصعب منها، قالت بيستعبطني 20 سنة، قلت لها مش كده هو نفسه عبيط، أه حقا قلت لها مش هو مستعبط هو نفسه عبيط لابد من المفاعلة، لابد من المفاعلة، الغرض المقصود أن أنا أقصد أهو وفي وضع أحدكم صدق ولا أنت وله بذلك الأجر الكبير. ده خلاص بقى ده انت خرجت عما نقول فيه نعم خلاص خلاص. وايضا من ذلك من الجانب الاخر ترك المعاصي لا بد لها من نيه، الكف يعني ترك المعصيه بغير نيه لا يجر عليه، واحد اصلا في البلد هذه اقصى شيء بتعمله عصير التفاح، ما يعرفش حاجه اسمها خمر حتى، وما شرب خمر بحال ما احوال، هذا لا يجر انه انا بشرب خمر، متى يجر؟ إذا قدمت الخمر وقال أعوذ بالله خمر حرام وانتهى الانتهى مفهوم؟ بلد لا مش بلد، راجل جالس في كوخ على الجبل لا يرى إلا المعيز أجلكم الله والإبل، ده مش ممكن نقول بأنه يؤجر على 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 ترك الزنا، مش هيزني في الرمال يعني ده كمان، المهم أنه الترك بلا نية في هذا لا يسب عنه بالذات، لا يثاب عليه لا يثاب عليه، لكن ده فعل، فشوف بقى، ودي ايضا من الادله تستدل بها العلماء على ان الفعل احب الى الله من الترك، ما بقول لك على ان الفعل احب الى الله من الترك. نعم شيخ صحيح، طب هذا الذي بنتكلم فيه، انا اقول انت فهمت شيخ الفرق بين الفعل والترك، الترك لا يثاب عليه الا بالنيه، أقل من جراء أهو نية ولا مش نية؟ ماشي ماشي. الثالثة القسم الثالث، احنا قسمناها الأقسام ثلاثة، القسم الثالث التقرب إلى الله بوسيلة منعها الله، يعني كبدعة أو كوسيلة محرمة يبلغ بها شيء مقصد أصيل مراد، لا يقبل عمله ولا يؤجر عليه بل يأسب، ويبقى النزاع بين العلماء أصل نية التقرب يؤجر عليه أم لا، أصل نية التقرب يؤجر عليه أم لا، هذا على خلاف الجماهير أنه لا يؤجر على شيء،
أحسنت أحسنت. قد يستدل بهم بكلام ابن مسعود لما قالوا والله ما أردنا للخير يا أبا عبد الرحمن، قال وكم من مريد للخير لم يبلغه. والجمهور على ذلك، ولأن المطلق لا يقتضي إيش، وإذا فسد لا أجر فيه. طيب ابن تيمية وبعض العلماء قالوا يؤجر على صدق نيته في التقرب. وهذه المسألة، هذه المسألة حقيقة الأمر لا ليست محظورة. حقيقة المسألة هنا تفصيل، تفصيل سجية المرء تنهي المسألة. إن كان رجلا مجتهدا سني العقيدة سني العمل واجتهد فأخطأ فابتدع وتقرب ببدعة، مثل ذلك بصدق نيته يؤجر عليه لأصل إيش؟ لأصل معدنه، رجع الأمر لأصل معدنه. وإن كان رجلا منحرفا يؤصل البدعة ويقاتل عليها ويحارب أهل السنة فهذا لا ينتفع لا بأصل نيته ولا بفعله بحال من الأحوال. طب لما ألم يصدق أن صدقه إيش؟ كذبه فعله، هو أصلا يريد يهدم الدين، وكالمبتدع الضال الذي إيش يتصلب في بدعته بعدما تقام عليه الحجة في هذا قلبا. نعم، ومش هيرضى يقتنع، ما هو مش راضي، هو مش عايز اصلا. شوف استاذي، انا وانت نتفق والعقلاء ان من رام الحق لابد يصل اليه، ولا ما عندهم سلمان اهم واروع الامثله تضرب في ذلك، لكن هم الذي لا يريد الحق الله يعمي عليه. يعني انت عشان تعرف، انت شوف ممكن تجلس تبكي يا جماعه، ده الحائط ممكن يتحرك اللي انا قلته من الادله. طب ده الزمع، لان الله عم عليه، اغلق باب قلبه، غلف جعل الاقفال على القلب. فلا تدرون القران لما لايه واحده، فلما زاغوا ازاغ الله القران. واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على بقى، انتهى كده امرهم، انتهى. اغلق الله، ومن اغلق الله عليه فلن يفتح له شيء، ومن يرد له أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد السماء، ومن يرد أن يهديه يجعل صدره يشرح صدره الإسلام. ما في، ما يريدون لأن الهوى متحكم سيدي، لأن الهوى متحكم سيدي. المسألة أن الهوى متحكم. تفضل شيء. نعم شيء. العمل عمل فيه التقرب لله وسيله معاه نعم، هذه الاقسام الثلاثه. نعم، لا صحيح، بغير نية يعني بغير نية التقرب. نعم، لانها لا تكون الا لله، لا تكون قط الا لله. لو فرضنا جدلا الصلاه لا تكون الا لله جل وعلا، طيب فقام يصليها. التعيين النية هنا ليش؟ للتعيين. النية هنا للتعيين، يعني نقول له صلاة الظهر صلاة عصر، النية للتعيين. لكن لما قام يصليها وهي محض لله، يبقى مش ممكن نقول أنه ما قام إلا ليه؟ لله. ده فرض شدر بالمثال، المثال ليس هذا، لأنه فيها 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 أخذ ورد. لكن أنا بقول تجد عبادة لا تكون قط إلا لله. طواف البيت، ها؟ أو قول الصيام، ما يقولون بذلك على ما قال أحمد، قال فإن الصيام خلاص، الصيام ما يحتاج أي شيء، والصيام في نفسه إخلاص، لا يحتاج إلى أي شيء إلى الإخلاص. أنا أقول الطواف أيضا في هذا الباب لا يطاف إلا لله. هنا لا يمكن يطاف البيت وبيطوف سبعة، لا تكون الطواف أبدا لأحد غير الله جل وعلا، طبعا خلافا لمن يرى يطوف بإيش؟ بالقبر. هذه تفضل شيخ. قال رحمه الله: وكذلك لا يثاب على ترك العصيان إلا إذا قصد بذلك طاعة الديان، فحينئذ يثاب عليه. بل لو قصد الإنسان القربة بوسيلة ليست بقرب لا يثاب على قصده دون فعله، كمن قصد نوم بعض الليل ليتقوى به على قيام بقية. احنا تكلمنا في ذلك، قلناها، لكن ما فصلناش في هذه المسألة أنه يعني يقول لا يثاب على قصده دون فعله، كما قصد نوم بعض الليل ليتقوى به على قيام. هو بيقول انه لا يؤجر على ذلك. هي فيها مساله خلافيه، لكن احنا سيشكل عليه كلام ايش؟ الصاحب ابن مسعود، ان يحتسب نوماتك ما احتسب قوماتك. وعندنا الوسائل لا احكام المقاصد في هذا الباب، فما كان وسيله لمقصد يعني مقصد موافق للشرع ياخذ حكمه،
فلذلك نحن نقول وإن كان الأمر فيه خلاف، حقيقة الأمر كل صغير يصل به إلى مرضات الله جل وعلا اتخذه يكون بذلك له فيه الأجر. وهنا في قول ابن مسعود إني لا أحتسب نومتي فيها أنه لابد أن تسبق النية لذلك. تفضل. كل النوم ده له فيه أجر. ما نمشي مالك ومالها دي؟ هو بيقول الآن لابد يكون الأجر على الفعل، فأنا لو احتسبت شيئا فلم أفعله، يعني هو بيقول هنا لا يثاب على قصدي دون فعل، كمن قصد نوم بعض الليل يتقوى به على قيام الليل، لو نام ليقوم ولم يقم يؤجر لما يؤجر، هذه أصل مسألة وصح أنه يؤجر على ذلك. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قال لا يؤجر، قلنا يؤجر على ذلك، والحديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والنوم كان صدقة من الله عليه، والنوم كان، فلو نام وقام ضعف الأجر، فنوم لم يذهب سودا في نومه الأجر، لأنه وسيلة ليش إلى النشاط والقيام في وقام، فيبقى يؤجر على هذا وذاك. طب نام ما قام له الأجر؟ هنا في المؤلف يقول ليس له أجر لأن ما في فعل، قلنا هنا المعدوم نزل منزلة الإيش الموجود. طب كيف فعل المعدوم نزل منزلة الموجود؟ هي قاعدة عامة هي ليه؟ ممتاز أي نعم، وحديث ضعيف لكن المعنى صحيح. نعم مش مشكلة نعم بس هو يستأنس به، هو يستأنس به. هذا صحيح نعم. آه طبعا كلها بعد أدلة كثيرة على الباب. أحسنت. ومن مات على سريري لو انتوى الشهادة شغل متين. تفضل. قال رحمه الله قاعدة في الجوابر والزواجر، قال وقد اختلف في بعض الكفارات هل هي جوابر أو زواجر. هذا سيطول معنا، سنأخذ التأسيس فقط وبعد كده الأمثلة إن شاء الله تأتي. فمنهم من جعلها زواجر عن العصيان لأن تفويت الأموال وتحميل المشاق راجع زاجر عن الإثم والعدوان، وظاهر أنها جوابر. هو رجح أنها جوابر، مفهوم؟ وحقيقة طالما المسألة على التفصيل ليس على ما قال، المسألة في ذلك الكفارات زواجر أم جوابر على التفصيل، لكنه رجح أنها جوابر. أول حاجة طرح الخلاف ثم رجح أنها جوابر. نعم. قال والظاهر أنها جوابر لأنها عبادات وقربات لا تصح إلا بالنيات، وليس التقرب إلى الله تعالى زاجرا. طيب هنا هذه المسألة الأصل فيها الكفارات، يعني قد نقول زواجر أم جوابر؟ نقول جوابر وزواجر، جوابر وزواجر، ولأن النبي صرح بذلك. كيف صرح بذلك؟ الحدود كفارات، صريح الحدود كفارات. وهنا في قوله تاب التوبة لو وزعت تحمل على وجهين، أنها تابت قبل أن ترجم، أن رجمها توبة. طب فين بقى القرينة لتثبت أنها قصد بأن رجمها توبة؟ فكانت هذه في محل الشاهد عندنا، إلا أن جادت بنفسها، هذا هو، إلا أن جادت بنفسها، فكانت هذه هي الدل على شاهد على ما نقول، فتكون عبادات وتكون أيضا زواجر. فالصحيح أن الأمر ما يهم توبة ما تابت، يعني كما قلت لك أكثر من مرة تصر على أنها تجعل نفسها مرجومة، هذه التوبة ما تابت، ما قالت رب مني أتوب إليك. يعني أنا بقول لحضرتك فيها توجيهين، والتوجيه الثاني صحيح في هذا الباب، لأن النبي قال له تصريحا بهذا، ألم ترى أنها جادت بنفسها لله جل في علاه. فهي جابرة لأنها عبادة، والعبادات مكفرات والحدود مكفرات، فتكون جوابر هنا، وهي حقا زواجر لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، قطع اليد زاجر عن أموال الغير، بل ممكن نقول أوضح من ذلك بالزواجر إيش ده الأصل، أما الأمثلة تأتي إن شاء الله في الدرس. نقول التعزير بالمال، التعزير بالمال هو أصل الأصول في هذا الباب، أعظم زاجر. أبو حنيفة يقول كنت أريد أن أحافظ على يميني، فقلت إن أقسمت صمت، ده الكلام على أنه صادق بس هو عايز يحافظ على يمين، إن أقسمت صمت،
فقال أكثرت من الصوم ولم أكف. فقلت إذن إلى البديل، إن أقسمت أنفقته. ورد عن أبي حنيفة. فقال ما هو إلا أسبوع وانتهيت من القسم تماما. المال 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 غلاب غلاب، ولذلك التعزير بالمال مؤلم جدا، التعزير بالمال مؤلم جدا. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.